وللمزيد معنا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد عصمت منصور. أهلا بك معنا سيد عصمت. هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر وقصف كل من يحاول تنظيم عملية توزيع المساعدات، وكذلك المقترح الإسرائيلي المضاد لمقترح حركة حماس والمفاوضات الجارية في الدوحة، هل يريد نتنياهو مرة أخرى إفشال هذه المفاوضات؟ صباح الخير وتحياتي لكم. صباح النور. يعني هذا واضح ليس فقط من التصريحات ولا من الشكاوي والتذمر الذي أبداه الوفد المفاوض وبعض قادة الأجهزة الأمنية من سلوك نتنياهو والقيود التي فرضها على الوفد المفاوض، بل أيضا من السلوك كما قلتم على الأرض، عملية الاغتيالات سواء لجهات مدنية، قادة الشرطة هم ليسوا يعني جهة تحارب إسرائيل، هم جهات مدنية داخلية تنظم الحياة وتحاول أن تحد من هذه الفوضى التي يشهدها القطاع سواء في موضوع الأسعار أو الاستغلال أو التدافع والتزاحم وظهور يعني سوق سوداء وعصابات تسرق المساعدات. ولذلك هذا يعني يوضح أن إسرائيل من جهة تريد أن تبقي حالة الفوضى مستمرة على الأرض، هذا يساعدها ويبرر استمرار عدوانها، وأيضا من جهة أخرى هي يعني تعطي وتخلق أجواء سلبية وتصعيدية لا توحي بنية لوقف القتال أو الذهاب إلى هدنة وخلق يعني مناخات تساعد على هذا الإطار. ولذلك نعم يعني واضح أن نتنياهو من جهة يحاول أن يعني يوحي للعالم أنه معني ويرسل وفد ويقدم ردود، ولكن من جهة أخرى وباليد الأخرى هو يقوض هذه الجهود ويخلق عقبات على الأرض تجعلها يعني صعبة ومستحيلة، وهذا تحدي كبير فعلا أمام المفاوضين وأمام الوسطاء في التغلب على هذه العقبات التي ضعها نتنياهو. برأيك كيف تلقفت إسرائيل الرسالة من وراء وقف كندا تصدير الأسلحة؟ يعني هذه رسالة مهمة، هذا موقف وإن كان متأخر إلا أنه مهم جدا، وهو يوصل رسالة لإسرائيل أنه يعني العالم وصبر العالم ووقوف العالم على الحياد أو على الأقل إبداء التفهم لها انتهى. هذه سابقة مهمة في العلاقات الدولية، وإسرائيل تدرك حساسية الأمر، ليس فقط أنه يعني هي في ذروة حرب وتحتاج إلى هذه الذخيرة والسلاح، بل أيضا هو فيه رسالة مهمة، رسالة سياسية وأخلاقية، أن يعني هذه الدول لا تدعم قتل الأطفال واستهداف المدنيين بهذه الأسلحة، هذه جرائم حرب ولا تريد أن تكون شريكة فيها. لاحظنا الرد الإسرائيلي يتحدث عن دفاع عن نفسه، لا أعرف عن أي دفاع عن النفس يتحدث أمام الأبرياء. ولكن ألا تعتقد سيد عصمت، ألا تعتقد أن يعني إسرائيل حتى الآن ربما لا يقلقها هذا الأمر بالنظر إلى التصريحات التي يصرح بها يمينيون متطرفون في الحكومة من أمثال وزير التراث الإسرائيلي عندما يقول المواجهة مع الولايات المتحدة أفضل من مسح يعني إسرائيل عن الوجود، وكذلك يقول يجب عدم الاعتماد على الأسلحة الأمريكية وعلينا أن ننتجها بأنفسنا كما صرح. يعني بالنظر إلى هذه المواقف والإصرار الإسرائيلي على المضي باجتياح رفح، هل يهمها فعلا هذه الخطوات؟ أنا أؤكد لك أنه يهمها. تصريحات اليمينيين والمتطرفين لا تعكس حقيقة القلق الذي تبديه المؤسسة الأمنية، هي تعلم جيدا أهمية هذه الأسلحة، وأيضا نتنياهو والمستوى السياسي يعلم جيدا أن هذه الموجة إذا يعني هذه المواقف تحولت إلى موجة أو تسونامي كما وصفها البعض، تسونامي سياسي عالمي مناهض للحرب على غزة، يدركون أهميتها. الغطاء الدولي والتفاهم الدولي أو الشرعية التي يعني تحظى بها إسرائيل كانت في عمليتها، هذا عامل مهم جدا في استمرار هذه العملية. هي تستطيع على أرض الواقع الاستمرار في العملية، ولكن دون هذا الغطاء سيكون من الصعب تبريرها وستواجه صعوبات كبيرة في العالم. ولذلك لا يعني تصريحات اليمينيين لا تعكس ذلك. وحتى لو أراد إسرائيل، هناك صناعات عسكرية إسرائيلية جوية وبرية وذخيرة مهمة جدا وتكنولوجية، ولكن لا تستطيع أن تفي بحاجات الحرب ومتطلباتها، وخاصة إذا
ما تصاعدت في جبهات أخرى في الشمال تحديدا. لذا يعني نتنياهو مثلا حرص في محادثته مع بايدن، وحرص أن ينشر شخصيا أنه سيكثف المساعدات الإنسانية، وأنه هذا مهم لاستمرار الحرب. بأي معنى لاستمرار الحرب؟ بمعنى بقاء الغطاء الدولي أو التفهم الدولي. هذا عامل أعتقد أنه مهم جدا ولكن إسرائيل وأسئلة حتى هذه تفكيرية. النقطة، يعني حتى نقطة إدخال المساعدات، يعني إلى الحد الذي تسمح بإدخال المساعدات ثم تستهدف الساعين لها، يعني بمعنى أن هناك لجان شعبية تنسق مع الأونروا تدخل مساعدات وإسرائيل تسمح جزئيا ومن ثم تستهدف الساعين لها. ماذا تريد إسرائيل من خلال هذه الممارسات؟ سياسة إسرائيل لم تتغير، سياسة إسرائيل قائمة على تجويع الناس، على خلق أزمة إنسانية في غزة، واستخدام الأزمة والتجويع كأدوات لتهجير، لإخضاع القطاع لنقل السكان ولاستمرار حربها. هذا واضح. الحديث عن المساعدات هو يعني مجرد يعني محاولة لذر الرماد في العيون وتضليل العالم، أو مسايرة الضغط الأمريكي والعالمي الذي بدأ يعني رأيه العام وإعلامه يفقد صبره أمام المشاهد التي يراها. لكن إسرائيل تريد أن تبقى هذه السياسة مستمرة، وأيضا حتى من ينظم المساعدات، إسرائيل لديها ذريعة يعني تعتقد أنها كافية لتبرير كل شيء، إنه أي تنظيم في قطاع غزة هو بالضرورة، أي تنظيم للجهود المدنية والإغاثية وغيرها هو بالضرورة سيكون تابع لحماس، وبالتالي تشرع لنفسها استهدافه، وهذا يعني غير صحيح. هذه مبادرات مدنية ومبادرات محلية الهدف منها ضبط الأسواق والحياة والمساعدات، ولكن يعني يبدو للجميع أن إسرائيل غير معنية بذلك. وجود تنظيم وتخفيف من حالة الفوضى هذا لا يخدمها، لأنه هذا يعني عمليا يحبط مساعيها نعم. لتفتيت النسيج في غزة ودفع الناس إلى الهجرة والرحيل. طيب، كيف تفهم إسرائيل أيضا واشنطن عندما تطلب اجتماعا مع وفد إسرائيلي، تقول واشنطن إنه جاء تجنبا لصدام وشيك، أو جاء تجنبا لعملية برية في رفح الآن؟ هل تفهم إسرائيل أن هذا رفع للغطاء الأمريكي، رفض أمريكي لهذه العملية، أم أنها تفهم هذا الموضوع عبارة عن ضغط أمريكي من أجل تأجيل العملية إلى ما بعد رمضان؟ أنا أعتقد أنه هو الخيار الثاني، بمعنى لو كانت الولايات المتحدة جادة في معارضتها لعملية في رفح لاتخذت موقف حازم وقاطع وقالت لا لعملية في رفح، ولن ندعم ولن نرسل سلاح، يعني هناك سلسلة خطوات، سنقدم قرار لمجلس الأمن، هناك 1000 طريقة لوقف هذه العملية، يكفي أن تقول لا لها، لا واضحة وقاطعة وليس تحفظات واشتراطات وقيود. وأيضا لاحظ ماذا يعني فعل نتنياهو، هو استجاب لطلب بايدن وأرسل وفد، ولكن من يتشكل هذا الوفد؟ من ذراعيه اليمين، يعني مستشار الأمن القومي هنجبي هو رجل سر ومؤتمن من نتنياهو ومقرب منه، ودرامر وهو أيضا وزير شؤون استراتيجية وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة السابق، وهو أهم شخصية مقربة من نتنياهو، وهو لم يرسل مثلا وفد من الجيش، وغيب الأجهزة الأمنية والمنظومة الأمنية بشكل كامل عن هذا القرار. هم يشتكون الآن أن نتنياهو لم يطلعهم أنهم سمعوا في الأخبار مثلهم مثل أي إسرائيلي عادي عن هذا الوفد وعن هذا التحرك. هذا ماذا يعكس للناس؟ لو كان نتنياهو جدي ويريد فعلا أن يبحث بدائل ويريد أن يعني يتجنب الحرب لأرسل وفد مشكل من الأجهزة الأمنية ومن الجيش ومن آخرين، لكن أن يرسل مقربيه هذا يعني أنه يريد أن يقدم تبريرات للولايات المتحدة، ويريد أن يقدم صيغ عامة وليست تفصيلية وخطط كما يعني يمكن أن يقدمها الجيش، وأن يحتال على هذا القرار، وهو يدرك ويقرأ أن الموقف الأمريكي ليس موقف نهائي وقاطع، بل موقف يعني متحفظ دعنا نقول. من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد عصمت منصور، شكرا جزيلا.